هذا أخونا يقول: هل الإبر العلاجية غير المغذية خاصة أو حتى المغذية تفطيرها، يعني يقصد يبدو أنها تفطر، أي القول بتفطيرها يخرج على قول فقهائنا أن كل ما أدخله الصائم إلى جوفه من أي موضع كان أفسد صومه بذلك؟ نعم، نقول الإبر نوعان كما تفضل أخونا الفاضل، فإن بعضها يكون مغذيا وبعضها غير مغذ. وأهل العلم لما تكلموا عن هذه الإبر كان لهم مسلكان، فالمشهور كما ذكر السائل الفاضل أن المشهور عند فقهائنا أنه يكون مفطرا سواء كانت مغذية أو غير مغذية، وهذا نص عليه بعض المتأخرين في القرن الماضي جزما بأن هذا هو ما يفهم من قاعدة الفقهاء، أن كل إبرة يدخلها المرء إلى بدنه سواء عن الوريد من طريق الوريد أو من طريق العضل كله يكون مفطرا مغذيا أو غير مغذي. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو المفتى به عند المشايخ أننا نقسم هذه الإبرة إلى نوعين: إبر مغذية وغير مغذية. فإن كانت مغذية أي قصد منها الغذاء في ذاتها كأن تكون لأجل تقوية البدن فإنها حينئذ تكون مفطرة، لأن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمعنى ذلك أي امتنعوا من الأكل والشرب، والمراد بالأكل والشرب ما دخل من طريق الفم والأنف أو ما قام مقامه وأدى غرضه وهو تقوية البدن وتغذيته. وأما إن كانت الإبر غير مغذية وإن كان فيها بعض الأمور العضوية التي تمتص في البدن من بعض أنواع السكريات وغيرها فإنها لا تكون مفطرة، لأنها لم تدخل من المدخل المعتاد وهو الفم والأنف، ولم تذهب إلى جوف يحيل الطعام، لأن الفقهاء يقسمون الجوف إلى نوعين: جوف يحيل الطعام وجوف لا يحيل الطعام. فالجوف الذي يحيل الطعام هو الذي نسميه الآن بالجهاز الهضمي، نص على ذلك في الإنصاف. وبناء على ذلك فتقسيم الإبر إلى نوعين وهو الصحيح الذي يفتي به مشايخنا الآن.